سوما زوهر خوێندکاری قۆناغی بەشی ئینگلیزی زانکۆی جیهان لەم دۆکومەنتاریەدا ئاشنا دەبن بە کچێکی وڵاتەکەم کە بۆ گەیشتن بە خەونەکانی نەجەنگ و نەدەربەدەری چۆکیان پێدانەداوە لە ماوەی چەند خولەکی کەمدا کێوێک لە بوێری و ژیری و ئازایەتیتان پێدەناسێنم. هیچ کاتێک جەنگ دەرەنجامێکی باشی نەبووە، هەمیشە کۆمەڵێک خەڵکی بێتاوان دەبنە قوربانی. جەنگی سووریا کە بۆ ماوەی 6 ساڵە بەردەوامە و بەهۆی و نزیکەی نیو ملیۆن کەس مردوون و سەدان هەزاری تر ئاوارەی وڵاتان بوون. هەمرین یەکێکە لەو کچانەی لە پێناو گەشتن بە خەونەکانی بەو پەڕی بوێریەوە ڕووباڕووی ئاستەنگەکان بۆتەوە. هەمرین بۆ ماوەی ساڵێک لە کەمپی ئاربەت دەژی، پێش ئاوارەبوونی خوێندکاری پۆلی 12 بووە. ئێستا بە کۆڵێکی وا و ئامانجەوڕووی لە کوردستان کردووە. هەمرین یەکێکە لەو کچانەی کە بێ وچان لە پێناودا ئاجۆهی گەشت دەجەنگێت. کی چون بریاتان در سوریا جبل توانی باسی رو داوکانی روزم باکی. أول شيء مثلا بعد ما صارت الحرب بسوريا وراح الأمان فيها مثلا كل شيء تغير وما عاد في الأمان أبدا، ما عاد لا عاد في شغل وهيك شيء، ومثلا لهيك قررنا إنه نجي لهون. أول شيء مثلا اليوم اللي قررنا فيه انه نجي لهون مثلا طبعا كان كتير صعب انه مثلا نخلي كل شيء ورانا ونصير لاجئين مثلا بدولة ثانية. كان كتير صعب هذاك اليوم. كسنوري سوريا تنتهي براند وجيشنا كردستان باشو شلون باش عازله كردستان. ايه اول شيء لما وصلنا لهون يعني كان كتير صعب، بس أهل باشور يعني كانوا كتير ملاح معنا، مثلا استقبلونا واستقبلوا اللاجئين مثلا كتير كانوا ملاح معنا. ساعدوكم؟ ايه ساعدونا. مثلا مثل ما شايفة يعني نحن بالكامبو مثلا عم يعطونا مساعدات أو هيك شيء، كان منيح يعني. وشلون الحياة هنا؟ الحياة هون يعني حياة لاجئ، يعني تحولنا مثلا من مواطنين عاديين للاجئين بدولة ثانية، يعني صعب والله. الحياة هون يعني الحمد لله انه مثلا في امان، اهم شيء انه في امان، والحياة مثلا مستمرة يعني رح تستمر، كل واحد مثلا يشتغل وهيك، مثلا الطلاب يروحوا على الجامعة وهيك. الحمد لله يعني احسن من سوريا. وانت لمواطنة وبين بمهاجر هسه كي معاملاتي خربتها نقلك النيرة يعني وكو درج جو سيرتها كان يعني وكو هاد مواطنك إجباري مثلا الأولوية للمواطنين هون، يعني تروح على أي دولة ثانية مثلا إجباري يعني الأولوية للمواطنين اللي عايشين هون، وبعدين الدرجة الثانية بيجي اللاجئ، يعني إجباري لأي بلد راح يكون هيك. وهون كمان مثلا تروحي لأي مكان مثلا تروحي على الجامعة أو هيك شيء، أول شيء بياخذوا الطلاب اللي ساكنين هون مثلا المواطنين هون، بعدها بيجي اللاجئ هيك. امان جیجیانی تو چی بود پیشوی بی بو ایرا پیش بودنی جنگکا؟ ايه مثلا انا كطالبة بحكي عن حالي، مثلا حلمي مثل اي طالب انه مثلا اكمل دراستي واسس حالي واسس مستقبلي بنفسي يعني بايدي، وكمل دراستي اهم شيء. كان هذا طموحي مثلا مثل اي طالب، ومثلا كمل دراستي بامان وهيك وما يكون في مشاكل معي، هيك كان طموحي. استاد دوای ئەوەی کە هاتم بۆ ئێرە دوای ڕوودانی ئەم جەنگە هیچ ئامانجەکان و ئاواتەکانت گۆڕان؟ لا ابدا، ما اثر عليه شيء ابدا وما راح ياثر عليه ابدا شيء. راح ضل وراها، ومثلا راح احاول اني مثلا اسجل بالجامعه واكمل دراستي وان شاء الله راح اكمل يعني. بوونی کەسانی وەکو هەمرین ئاماژەم بۆ داهاتوویەکی گەشت. لەلای هەمرین جەنگ و نەبوونی و بیان و نین بەوەستان و هەوڵدان گەیشتن بە خەونەکان، بەڵکو گروتینێکی زیاتری پێداوە لە خوێندنەکەی. ئێستا ئامانجی هەمرین خوێندنە لە زانکۆ بۆ ئەوەی ڕۆژێک بێت و بە بڕوانامەیەکی بەرزەوە بگەڕێتەوە شارەکەی خۆی، لەوێوە خزمەت بکات. ئەوەی ئەو جا دەکاتەوە ئەوەیە کە هەمیشە هەوڵی داوە پشت بە خۆی ببەستێت و بە دەستی خۆی داهاتوی خۆی دروست بکات.